السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من الـ AZ700 Azure Network Engineer. الفيديو اللي فات إحنا اتكلمنا على الـ VNet بشكل عملي، دخلنا عملناها بأيدينا، عرفنا على الـ Basic Information المطلوبة مني، وخصصنا عنوان الشبكة اللي أنا هشتغل عليه أو اللي إحنا هشتغل عليه كعنوان رئيسي، وقدرنا كمان باستخدام Subnetting إن إحنا نقسم العنوان الرئيسي ده لأكتر من شبكة، فيما يعني ان احنا عملنا شبكتنا الخاصة الـ Private Network، واللي لحد الآن مش هيقدر الناس اللي بره اللي موجودة في البيوت او في المكاتب او في الكافيه او من اي مكان بره الشبكة بتاعتي ان هو يتصل بيها. ليه؟ لان احنا قلنا انه Virtual Network هي عبارة عن Private Network، وعلشان اخلي الناس اللي بره تكلم الخدمات او الريسورس اللي جوه اجر واللي محطوطه اوريدي على VNet لازم استخدم البابليك اي بي، واللي هو عنوان الفيديو بتاعنا النهارده. هنتكلم النهارده يا شباب على البابليك اي بي، العنوان العام. ابسط مثال ممكن استخدمه في العناوين العامه هي شبكه الانترنت. شبكه الانترنت كلها تقريبا قايمه باستخدام البابليك اي بي. انا لما بحب اتصل بالموقع المفضل لدي مثلا اتصفح او ادخل بستدعي في النهايه بابليك اي بي. لما بحب اروح على موقع البنك بتاعي علشان ادفع رسوم او اسدد او احول او هو في النهايه محطوط على بابليك اي بي. لما كمان بيبقى في مجموعه مواقع كده محطوطه على سيرفر واحد علشان اعمل لها هوستنج او ببلشر، السيرفر ده في النهايه محطوط على بابليك اي بي، عنوان عام، عنوان منشور للكل. تمام. هل بقى في مواصفات خاصة للبابليك اي بي ده جوه أجر؟ هنكتشف مع بعض ان في اكتر من نوع، وكل نوع ليه اكتر من ميزة او في الخصائص اللي بتميزه. كل نوع من دول ليه السعر الخاص بيه، كل نوع من دول ليه الخيارات اللي ممكن اني اشتغل عليها. وعلشان ما نتكلمش بشكل نظري كتير، خلينا نروح سريعا على البورتال بتاعتنا ونروح نشتغل على الـ Public IP Address. لو رحنا كده فتحنا السيرفيس اللطيفة اللي اسمها Public IP Address، هنكتشف انه عندي انا على البورتال بتاعتي اكتر من Public IP، ولكن احنا داخلين نعمل واحد جديد، فهقول له لو سمحت انا محتاج اكريت New Public IP. هنا هتصطدم حضرتك بانه مش مجرد ان انت بتقول له انا عاوز Public IP فيديهولك ويقول لك اتفضل اشتغل ادي البابليك اي بي بتاعك مثلا 33.100. مش عارف كده، لا هو هنا بيخيرك اول خيار يعني يبدو يكون معروف، هل هتستخدم العنوان ده كاي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6 او الاثنين مع بعض وات ايفر. فانت هنا بالخيار، واحنا مع بعض هنستخدم الاي بي فيرجن 4. احنا طبعا مش هنشرح الفرق بين الفيرجن 4 وفيرجن 6 لان الحاجات دي من المفترض ان احنا عارفينها. تمام. هنا هيسألني الـ SQ. الـ SQ حضرتك هتتحاسب إزاي؟ ممكن علشان تفهم الـ SQ ممكن نسميها مع بعض بالبلان بتاعتك، الخطة، الاشتراك بتاعك شكله إيه؟ الـ Public IP ده نوعه إيه؟ فهنا عندي نوعين، عندي Standard وعندي Basic. يبقى كده اكتشفنا إنه الـ Public IP ده جوه أجر فيه نوعين منه. تمام. ولكن Standard وبيزك اكيد في فرق بينهم، وعلشان نفهم الفرق مع بعض لانه الفروقات مهمه جدا جدا حضرتك لازم تعرفها، خلينا بقى نروح كده سريعا، مش هنطول ان شاء الله، ولكن الحاجات دي مهمه جدا لان بيترتب عليها كوست وبيترتب عليها حاجات تانيه. طيب انا قلت او اجر قالت لي انه عندي نوعين، عندي الستاندرد وعندي البيزك فيما يتعلق يعني بايه؟ بالبابليك اي بي. تمام. ايه الفرق؟ قال لي والله في الستاندرد ده هتاخد سكيورتي باي ديفولت هي كلوز. في الستاندرد باي ديفولت السكيورتي هنا كلوز. كلوز يعني ايه؟ يعني انت طلبت اي بي فانا اديتهولك، واخترت وانت بتعمله اخترت النوع الستاندرد، فهو اصلا الناس اللي هتكونكت عليه من بره هيجي يدخل
هيلاقي ان الرول كلوز، الا لو حضرتك دخلت عملت كونفيجور خليتها اوبن في اي رول. هنشوف الكلام ده مع بعض باستخدام بقى الفاير رول، باستخدام ال ان اس جي وات ايفر. خلاص تمام. انما هنا في البيزك هو اوبن باي ديفولت. خلاص السكيورتي بتاعته بتسمح ان الناس بتكونكت عليه الا لو حضرتك دخلت قفل. ادي اول اختلاف. ثاني اختلاف انه في الستاندر بيدعم الافالابيليتي زون، اتكلمنا عليها في الجزء الاول خالص من سنتين وعرفناها ايه هي، ولكن سريعا كده مناطق التوفر او المناطق الزايده عن الحاجه. يعني عندي مثلا خدمه محطوطه على اي بي بابليك على اجر، وانا عامل للسيرفيس ديت افالابيليتي زون وحطتها في اكتر من ريجون. خلاص تمام. الريجون الاساسيه وقعت لاي سبب من الاسباب، خلاص ما عادتش متاحه، فبالتالي باي ديفولت طالما انا مفعل الافالابيليتي هتروح تنقل على الريجون الثانيه. لو انا الاي بي بتاعي ستاندر هينقل معايا الاي بي ده، هيروح كده متاخد ورايح هو كمان للمنطقه الثانيه، بينما لو بيزك مش هيروح، هو نوت سبورت اصلا، هو نوت سبورت ما بيدعمش الافالابيليتي. طيب فيما يتعلق بالراوتينج، خلينا نصغر فيما يتعلق بعمليات الراوتينج في الستاندر، انت ممكن تقول له انا هعمل راوتينج من خلال الاي اس بي بتاعي، من خلال الانترنت. خلاص يعني مثلا الترافيك ده اللي جاي عليا التوجيه بتاعه او المسارات اللي هيعدي منها، انا هخلي مزود الخدمه بتاع الانترنت هو اللي هنحدده انا وهو مع بعض. تمام، ده في الستاندر. او تخليه انه مايكروسوفت هي اللي تحدده لك. تمام، يا اما مايكروسوفت باستخدام الانفراستراكشر بتاعها اللي انت حاطط عليه خدمتك، يا اما تقول له لا انا محتاج اعمل راوتينج من خلال الانترنت في الستاندر. في البيزك هو غير متاح برضه، هتعمل راوتينج من خلال مايكروسوفت بس، خلاص مفيش خيار تاني. في فروقات تانية، في برضه فرق فيما يتعلق باللود بالانسر. في اللود بالانسنج او اللود بالانسر، هنا في الستاندر بيدعمه الستاندر، يعني انيبل بالاستخدام وما عندوش اي مشكله فيه، ممكن تعمل عليه لود بالانسر عادي جدا. انما في البيزك لا، هو برضه غير متاح. يبقى حضرتك لما كنت بتدخل تختار اي بي ويسالك بيزك ولا ستاندر وتقف تتوه كده شويه وما تعرفش الفرق بينهم، ادي احنا وضحنا فيما يتعلق بالسكيورتي الافيلابيليتي والراوتنج واللود بالانسر. هنشوف ان في فروقات تانية كده واحنا شغالين بايدينا كده على البورتال. لو رحنا كده اهو، بدا سالني في الاي بي فيرجن 4، قلنا له فيرجن 4. طب ال اس كيو ستاندر ولا بيزك؟ فهمنا الفرق بين الاثنين. نخلي بالنا بقى انه لما بقول له ستاندر هنا في الخيارات دي متاحه معايا، بينما لما قلت له بيزك في بعضها اختفى، في بعضها اختفى. ايه هي؟ خلينا كده ايه، نروح كده اهو ستاندر، ظهر لي هنا، ظهرني هنا، شايفين الادرس اساينمنت مقفول على ستاتيك، مقفول على ستاتيك. بينما البيزك انا ممكن اخليه دايناميك وستاتيك. ايه الحكايه؟ قال لي انه الاي بي ده ممكن يكون دايناميك متغير. حد يقول لي ازاي بابليك اي بي متغير؟ هقول لك. هتخيل مع بعض او هنتخيل مع بعض ان انا عندي في ام وداخل علشان احط لها اي بي ادرس علشان ادخل عليها ريموتلي من بره، من غير بقى ما انزل الار دي بي الفايل وكده، لا على طول بالبابليك اي بي بتاعها. تمام. لو اخترت هنا انه الاس كيو بتاعه يكون بيزك والاي بي ادرس اساينمنت دايناميك، بمجرد ما اعمل شت داون للفي ام ديت وحاجي مرة تانية أدخل عليها بعد ساعة، بعد اتنين، بعد يوم، بعد تلاتة، هيديني اي بي جديد، هيديني ريال اي بي تاني جديد. خلاص. بينما الستاتيك ثابت،
هو نفس الاي بي اللي خدته النهارده هو اللي هيستمر معايا لحين ما اعمل ديليت للفي ام، لحين ما اعمل ديليت للفي ام. يبقى خلاص اتفهمت الجزئيه ديت؟ اتفهمت تمام. لو رحنا كده بقى في التير، التير اللي هتستخدمه حضرتك ريجونال ولا جلوبال؟ يعني الاي بي ده هتستخدمه ريجونال على مستوى المنطقة اللي انت حطه فيها، ولا جلوبالي على مستوى المناطق كلها اللي في أجر؟ فانت هنا بالخيار، واعتقد ان احنا فاهمين النقطة دي. هيطلب مني النيم، ما عنديش اي مشكلة في النيم. هقول له مثلا بما ان احنا شغالين في كندا، فاقول له دي كندا. برضو يعني هننبه على مسألة النيم يا شباب، سموا بما يتوافق مع السيرفيس اللي حضرتك تستخدمها. احنا عشان بنشرح فبنسمي اسماء او تسميات بتدل على المناطق، بتدل على الريسورس جروب اللي احنا اخترناها، بتدل على الكورس، واتيفر يعني تمام. لكن انت في الحياه العمليه وانت بتسمي، لو هتحط مثلا البابليك اي بي ده الفي ام، فادي له اسم الفي ام بتاعتك، لو هتحطها على كونتينر وهكذا. ولكن لو بتعمل اي بي يعني عام كده، خلاص سميه بقى اي اسم، اي تسميه مش هتفرق يعني. هقول له مثلا ادي الكندا، public IP. حلو قوي. الراوتينج اتكلمنا عليه، واحنا بنفرق الراوتينج اهو من خلال مايكروسوفت ولا من خلال الانترنت. ده في حاله ايه؟ كونه ستاندر، صح؟ مش احنا قلنا الكلام ده؟ لو ستاندر هيتيح لي خيار اني اعمل راوتينج من خلال مايكروسوفت او راوتينج من خلال الانترنت. لو قلنا له بيزك هيختفي الخيار ده تماما، لانه ما بيدعموش زي ما قلنا. يبقى لو رجعنا كده وستاندر، هقول له والله لا، خلي عمليه توجيه البيانات اللي جاياني من بره تتم من خلال او شبكات مايكروسوفت نفسها، من خلال البنيه التحتيه بتاعت أجر. تمام. هنا هنقف شويه علشان الناس بتتلخبط. ليه؟ هنا الايدل تايم اوت، هو الاي بي ده مش هيبقى بابليك عام للناس، الناس بتدخل عليه من بره؟ ايوه تمام. بعد قد ايه اقفل السيشن لو ما حسيتش بانه في حد قاعد او في ترافيك جايين؟ بعد قد ايه؟ نركز تاني. انا خدت بابليك اي بي، حطيت عليه سيرفيس معينه وطلعته للناس. السيرفيس دي مثلا خلينا نقول ويب ابلكيشن او ويب سايت. اللي جايني من بره ده هيدخل من خلال البابليك اي بي او الدي ان اس اللي مربوط في النهايه بابليك اي بي. خلاص تمام. بعد قد ايه بقى من عدم وجود ترافيك او مفيش حد قاعد او محدش كلمني، اعمل عمليه خمول كده او اخليني على جنب؟ فهنا هو حاططها لك باي ديفولت تقريبا 4 دقائق، وممكن نمشي كده لحد 30 دقيقة ماكسيمم. 30 دقيقة ماكسيمم. طب دي هتنفعني في ايه؟ هتنفعك في الكوست، هتنفعك في الكوست او هتنفعك في السيكوريتي. ازاي؟ هتخيل ان انت عندك فايرول مديله ريال اي بي، والريال اي بي ده انت حضرتك بتكونكت عليه علشان تعمل كونفيجريشن او تعدل في بوليسي او تعمل مونيتورنج او ده في الريال لايف يا شباب الكلام ده. هنا طول ما انت قاعد شغال البابليك اي بي شغال، ما عندوش اي مشاكل، ما عندكش اي اعتراض ولا اي حاجه. طلعت مثلا دخلت الحمام او رحت عملت لنفسك كوبايه شاي او فاستغرقت 4 دقائق او اكتر من 4 دقائق، 5 دقائق مثلا، هتيجي تلقى السيشن مقفوله، صح؟ ده كده في الريال لايف. لا، هنا كانك بتقول له خلي لي مفتوحه حتى لو ما حدش كونكت عليك، او حتى لو ما حدش بنج عليك، او حتى لو ما حدش اشتغل عليك لمده نص ساعه، وده غلط. خلاص، فيبقى خليها زي ما هي 4 دقائق. الدي ان اس نيم ليبل انت بالخيار يا تحطه ما تحطوش. اللي هو بدل ما تقول له الاي بي في الفلاني 25.100 دوت مش عارف ايه، لا انت اديله نيم وكونكت عليه بالنيم. خلاص، خلي بالنا نفرق بين النيم ده هو اسم الخدمه نفسها،
اسم السيرفيس نفسها على البورتال، بينما النيم ده دي ان اس الدومين نيم الخاص بالبابليك اي بي ده. خلاص ممكن احطه ممكن لا، هو مش اجباري بالنسبه لي. طيب سبسكريبشن معروفه الحاجات دي، الريسورس جروب اللي احنا شغالين عليه، فهنختار الريسورس جروب بتاعنا اللي هو الاي زد 700. بعد كده اللوكيشن برضو اللي احنا شغالين عليه ممكن ان انا احطه في اللوكيشن تاني، ما عنديش اي مشاكل خالص، واختار ويبقى متاحه بالنسبه لي. هنا الافابيليتي هو تحالي لان انا اخترت ستاندرد، لو اخترت بيزك هيقفلها، اهي اتقفلت. تمام كده شباب، خلاص عرفنا الفروقات بين البيزك والستاندرد، وعرفنا الفروقات بين الديناميك والستاتيك فيما يتعلق بالاي بي نفسه، وعرفنا الايدل تايم اوت ايه هو، وعرفنا البيزك انفورميشن اللي مطلوبه مني وانا بعمل او بختار الاي بي. يبقى هنبكي على البيزك ونقول له عشان هو اقل على فكره في الكوست شباب، اقل في الكوست، اقول له كريت، هيروح يعمل الديبلويمنت، والحقيقه بالنسبه لي هتبقى هو تقريبا بياخد ثواني. يعني كده احنا المفروض ان احنا اتكلمنا على البابليك اي بي بشيء من الاستفاضه، علشان لما نشتغل عليه نبقى عارفين هو خلص اهو، نبقى عارفين الدنيا رايحه فين وجايه منين. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الدي ان اس، وهنشوف خياراته، وهنشوف ايه هو برضو انواعه، لانه برضو في اكتر من نوع، وهنفرق بينهم زي ما عملنا في الفيديو ده. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.